أهلا بكم أيها الكرام إلى حلقة جديدة من لايف، مساحة نفتح من خلالها آفاق للحوار ونناقش فيها جملة من المواقف والقضايا الساخنة في ليبيا. نناقش في حلقة اليوم: سلاح ثقيل في ميدان الشهداء، توجيه الرصاص الحي إلى صدور المتظاهرين العزل، مختصر ليلة دامية في طرابلس. حياكم الله أيها الكرام. أنا أؤكد أن هذا هو حق للشعب للتظاهر وللاحتجاج وللتعبير على الانتقاد، ومن واجبنا نحن الاستجابة لهذه المطالب وحماية المتظاهرين. أربع أيام متواصلة، 23، 24، 25، 26 أغسطس، والشباب الليبي في العاصمة طرابلس يطلع في مظاهرات احتجاجية سلمية بين مزدوجين كل يوم، برغم كل حملات القمع والترهيب اللي تمارس في حق الشباب، حتى وصلت إلى درجة الخطف لمسؤولين أو منظمين أو نشطاء في حراك 23 أغسطس، وبرضو إطلاق رصاص الحي في صدور المواطنين اللي ما لهمش ذنب إلا لأنهم لسوء حظهم وجدوا في ليبيا في عشرية سوداء تشبه عشرية الجزائر من 90 إلى 2000. الشباب الليبي ما ارتكبش أي جرم، لم يرتكب أي جريمة. سبب أو الباعث للخروج هو ضيق الحال، هو انعدام الأمل، افتقادهم للرؤية للمستقبل. ما وجدوش إلا خيار واحد، هو الخروج للساحات والتعبير عن حقهم الأصيل في إنهاء الفساد وإنهاء الفوضى وتوفير الخدمات. أمس كان في مظاهرات جديدة في العاصمة طرابلس، وانتقلت إلى مقر المجلس الرئاسي، وانتقلت برضو في الليلة اللي قبلها إلى منزل فايز سراج في منطقة النوفليين، فقوبلت بالرصاص، قوبلت بالرصاص الحي للمرة الثانية. المرة الأولى طلعت علينا وزارة الداخلية وطلع علينا رئيس المجلس الرئاسي وحكى، قال هذو مندسين ومسألة تنسيقية وما فيش تصريحات، وبالتالي احنا ما عرفناش من نحمو. طيب أمس في الليل شو صار بالضبط؟ شو المبرر أو شو الإجابة اللي انتو حتقولوها للناس؟ والإجابة الحقيقية المنطقية اللي ممكن تتقنعوا بها الناس ليسألوا الآن: من اللي ضرب رصاص الحي أمس في الليل في شارع عمر المختار بداية ميدان الشهداء على المتظاهرين؟ مندسين. طيب والأرتال المدججة بالسلاح والآليات الثقيلة اللي دخلت ميدان الشهداء أمس وانتقدت الوزير فتحي بشاغة، مندسين ولا مش مندسين؟ طبعا حنشوف وزارة الداخلية احنا كيف وصفتهم. قبل المظاهرات أمس، قبل المظاهرات كان في اجتماع، كان في اجتماع لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، اجتماع عسكري أمني، شكرا سيد المخرج هذه الصور، اجتماع مع قادة عسكريين ومرا مناطق عسكرية تابعة للوفاق، رئيس جهاز مخابرات تابع للوفاق، مدير أمن طرابلس تابع للوفاق. طبعا السبب الأساسي
هو الخوف والقلق. حالة القلق هذه اللي تسبب فيها الشباب الغاضب خلت فايز سراج يعقد اجتماع على مستوى القاعدة مع مسؤولين عسكريين أمنيين مدنيين في جهاز الشرطة ويناقش معاهم الوضع في طرابلس. شن حنديروا لهم هذا الشباب؟ كيف ممكن نتصرفوا معاهم؟ ها؟ هذا السؤال أمس اللي حاولوا أنهم يبحثوا له عن إجابة. طيب شنو نديروا بالضبط؟ شنو نديروا بالضبط؟ يلا دير حظر تجول، عندكش حل آخر. تحجج بكورونا، تحجج وقول أنه الحالات توصل لل 500 ولل 400، وفعلا وضع كورونا وضع سيء للأسف، ولكن التحجج بكورونا كان ذريعة مناسبة أعتقد لفايز سراج ولحكومة الوفاق حتى تنجو برأسها، وحتى تخفف شوية الضغط عليها، وحتى تفضي الساحات والميادين وتهدي الشباب الغاضب وترهبهم طبعا وتجبرهم على أنهم يبقوا في بيوتهم. فأصدرت قرار، قرار رقم 559، هذا هو القرار أمامكم. يمدد حظر التجول، هذا طبعا بعد الاجتماع على طول، راهو بعد الاجتماع اللي كان بين السراج وبين مسؤولين أمنيين وعسكريين في الوفاق، من بينهم مسامة جويلي والحداد ومروان وجماعة المخابرات، وانتم تعرفوهم أكثر مني. يمدد حظر التجول ويكون حظرا كاملا خلال 24 ساعة لمدة 4 أيام اعتبارا من 6 الأربعاء 26 أغسطس، ويتم خلالها قفل الحدود الإدارية للمدن ويمنع التنقل بينها، ويكون الحظر بعد انتهاء هذه المدة ل10 أيام من 9 مساء إلى 6 صباح اليوم الذي يليه، ويكون الحظر كاملا 24 ساعة خلال يومي الجمعة والسبت. قالهم 24 ساعة لمدة 4 أيام، ما نبيش واحد في الشارع على الأقل في طرابلس. تبي تتظاهر برا بعيد علي تظاهر طالما بعيد عن مركز السلطة، وانتوا تعرفوا يعني في المجتمعات العربية خصوصا يعني السلطة في العاصمة، يعني إذا سقطت العاصمة سقطت البلد، هذا مبدأ معروف. وبالتالي كان يبي يبعد الضغط عن طرابلس واتخذ القرار هذا. طبعا بعد ما اتخذ السراج القرار هذا حظر التجول بسبب كورونا أو التذرع بذريعة كورونا، كان في إغلاق للشوارع الرئيسية، حتى أنه شهود العيان اللي تواصلنا معهم أمس في الليل كانوا يشكوا من أنه في ناس قعدوا في الشارع تقطعت بهم السبل، في ناس جوا للميدان ينفسوا، في ناس نزلوا للبحر ينفسوا. أنتوا عارفين الأجواء في طرابلس، مقومات الحياة مش موجودة، وهي البواعث طبعا لخروج الناس للشارع، الكهرباء معدومة، المية مش موجودة، السيولة مش متوفرة، الأمن برضو هش جدا. فبالتالي يطلعوا الناس يحاولوا ينفسوا على أرواحهم، ويحاولوا ياخدوا نفس يعني برا، ويحاولوا يغيروا جوهم، فما قدروش يروحوا. المناطق كانت مسكرة، بوسليم مسكرة، جورجي مسكرة، حيلندلس مسكرة، هذا شهود عيان، شارع النصر مسكر، وسط البلاد مسكر، تقطعت بهم السبل الناس. بعد الموقف هذا شفنا الفيديو الأكثر رعبا اللي أثار حفيظة الناس كلها على الفيسبوك أمس، كانت ترند في ليبيا، مشهد آخر من مشاهد الخرق المنافي للغة المجلس الرئاسي اللي تتحدث عن حرية التعبير والدولة المدنية. اعتداء بالرصاص على المتظاهرين السلميين اللي ما لهمش ذنب إلا أنهم طالبوا بأبسط مقومات الحياة، مش حقوقهم، أبسط مقومات الحياة، كهرباء، ماء، سيولة، أمن، ما فيش ميليشيات، ما فيش سلاح، أمل، رؤية للمستقبل، دولة تصلح للعيش الآدمي. قابلوا هذه المطالب برصاص من جديد، شوفوا الفيديو. المرة الأولى أوكي قلتوا مندسين، قلنا ممكن،
مظاهرات ممكن يكون فيها يعني جهات مخربة، يعني مش مقنع كثير، ولكن يلا تمشي. طيب والفيديو هذا أمس كيف حتردوا عليه؟ شنو هي الإجابة اللي حتقدموها للليبيين؟ شنو حتقولوا لهم؟ مندسين حتى هم أمس اللي أطلقوا الرصاص على المحتجين، هل هم مندسين؟ الفيديو هذا يثبت عملياً إنه في فرق كبير، واللي هو كبيرة بين الأقوال والأفعال، بين أقوال رئيس المجلس الرئاسي والديباجات اللي موجودة في البيانات اللي يصدر فيها ليل ونهار، والحديث عن الدولة المدنية، دولة المواطنة التي لا فرق فيها بين أحد وأحد، حرية التعبير والديمقراطية والدولة المدنية الحديثة، وإنهاء حلم العسكر في السيطرة، وإرجاعنا إلى المنظومة القديمة، وإلى حظيرة الطاعة، وإلى عصا الجلاد، وكل هذه الجمل اللي احنا نسمع فيها وسئمنا منها، وبين الأفعال على الأرض اللي تعكس لك أبشع وأشنع حالات الترهيب القصوى في حق المتظاهرين السلميين، وسط صمت مطبق طبعا من سفراء الدول. لليوم ما شفناش، 4 أيام، اليوم واليوم الخامس ما فيش ردة فعل كبيرة، باستثناء بيان للبعثة الأممية، حديث شوية وللسفارة الأمريكية وخلاص. لو أنه موقف آخر أقاموا الدنيا ولم يقعدوا، أنا متأكد، ولكن الشباب السلميين هذو لا بواكي لهم طبعا للأسف. كان في أمس بعد المشهد المؤلم هذا، حتى ناخذوكم تسلسل زمني للأحداث، كان في خروج لخليط ما بين مجموعة النواصي ومجموعة القوة المشتركة، لنواصي جزء منها ويرأسها أسامة الجويلي، خرجوا لميدان الشهداء في العاصمة طرابلس. كان في مقطع فيديو 5 دقائق، احنا قسمناه إلى 3 أجزاء، اخترنا أبرز النقاط اللي تستحق أن احنا نوقفوا عندها ونناقشوها، وتصلح أن هي تكون مادة للعرض على السادة المشاهدين. نشوفوا الجزء الأول. الله أكبر، الله أكبر، بايكم تلعب انت وياه في جديد يا عمي فيصل. ربي يا ابن اول افندي عيسى، العصر داهم يا اخو عيسى. الله اكبر فندي، نور عمي عيسى. هذا الميدان يا زازا، هذا الميدان يا زازا، وينهم اللي يديروا في روحهم تريس يا زازا؟ نور يا روتشا، يا رجال الله اكبر. ها التبه بالكامل يا زازا، التبه بالكامل هنايا، جميع محاور داخل الميدان يا زازا، بنحاولوا لهم المحور هنايا. واضحه اللغه، لغه ترهيب في حق المتظاهرين العزل. ما اكتفوش بهذه الرسالة، أرسلوا رسالة أخرى إلى وزير الداخلية المفوض فتحي بشاغة. الله أكبر، وين يا بشاغة؟ ها فندي قنبري، ولا احنا رجال في الميدان بشاغة. هذه رسالة واضحة إلى وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي بشاغة. في رسالة ثالثة موجهة إلى أجهزة الشرطة في العاصمة طرابلس من المجموعات، هذه اللي حنشوف وزارة الداخلية بشنو وصفتهم. زيد اركضوا زيد، كان تعطونا السيارات بس هماي كحل والله العظيم، كان حصلوها الفردة يا بس خذوها الدنيا حكان دخان. اعطوهم لنا، كلمهم يا زازا نبوها الفرد يا حاج. ودم الشهداء ما
يمشي شباب ودم الشهداء. وزير الداخلية المفوض في الوفاق فتحي بشاغة ما سكتش طبعا، كان عنده رد، كان عنده بيان تناولته كل وسائل الإعلام. شوفوا البيان ونقروا أبرز جزئية فيه. في هذا المقام الجزء الثاني، تؤكد وزارة الداخلية بأنها رصدت تلك المجموعات المسلحة وتبعيتها والجهات الرسمية المسؤولة عنها، وأنها مستعدة تمام الاستعداد لحماية المدنيين العزل من بطش مجموعة من الغوغاء الذين لا يمثلون أبطال عملية بركان الغضب الشرفاء ولا يحترمون دماء وأعراض الأبرياء من المتظاهرين السلميين. وصفتهم بالغوغائيين. هذا قال فتحي بشاغة مجموعة من الغوغائيين، مجموعة من الغوغائيين اللي استخدموا الأعيرة النارية بشكل عشوائي واستخدموا الرشاشات والمدافع وخطفوا المتظاهرين. استعمال كلمة الخطف، والخطف دائما تكون من جهة غير شرعية، يعني وكأن الوزير المفوض ينزع عنهم الشرعية. هذا المجموعات اللي دخلت للميدان ورمت الرصاص، وعلى فكرة الرواية هذه هي رواية مناقضة للرواية الأولى، أنه في مندسين وأنهم أطلقوا النار وأنهم وأنهم وأنهم. وللأسف يعني كلمة المندسين وقعت فيها وزارة الداخلية في البيان الأول، ولكن في تدارك في الجزء الثاني في البيان الثاني، لأنه يبدو لي أنه فيه مستجدات. يعني احنا نكتفي بهذا القدر من العرض مشاهدينا الكرام، ونفسح مجال أكبر للنقاش والتحليل مع ضيفي الناشط والمهتم بشأن السياسي السيد محمود فحيل البوم، الذي يخبرني الزملاء أنه سيكون معنا في هذه اللحظات من مدينة بنغازي، وهو من سكان مدينة الزاوية، أصيل مدينة الزاوية. وبالمناسبة كان له موقف في يعني قبل سنوات، هو الشخص اللي قرأ بيان تحرير أو مباركة تحرير الجيش الوطني لمدينة بنغازي من قلب مدينة الزاوية. فالبيان معجبش طبعا المجموعات المسلحة الموجودة في مدينة الزاوية، وأطلقت الرصاص الحي على الموجودين. ويعني للأسف كان مشهد من مشاهد الترهيب، ومشهد من مشاهد القمع، ومشهد من مشاهد تكبير حرية التعبير. يخبرني الزملاء الكرام أنه جاهز معي الآن من مدينة بنغازي. سيد محمود مرحبا، وشكرا لتلبية الدعوة في 218 نيوز وبرنامج لايف تحديدا. بكل تأكيد التابع عن كثب الاحتجاجات المظاهرات اللي موجودة في الشارع داخل العاصمة طرابلس من حراك 23 أغسطس. أولا رأيك في هذا الحراك ورأيك في هذه المظاهرات لأربعة أيام؟ أول حاجة شكرا لك صديقي طه. مرحبتين. وما عنديش حل معاك إلا نطلع معاك حبيبي. أنت منور. طه على الأقل أنت منور والله، دائما صاحب موقف واضح ومتابع فيك، وتعرف همومنا كمتابعين للشأن العام، نتابع ما يحدث في طرابلس بشغف وبتركيز، وبخبرتنا طوال السنوات الماضية في التعامل يعني لم ننفصل عن الأحداث اليومية وعن التعقيد المشهد وعن الخلافات وعن التوترات اليومية اللي عشناها مع هذه المجموعة حقيقة التي لا نملك إلا أن ندينها في طريقة تعاملها مع الليبيين وفي أداء لدورها كسلطة ممثلة الليبيين أمام العالم. وضعت الليبيين في كثير من الإحراجات يعني، وكان أداءها صادم بدرجة عالية، سواء كان على مستوى رأسي اللي هي ممثل في فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي، في داخلهم إشكاليات، فيما بينهم إشكاليات، ما بين أجنداتهم إشكاليات، ما بين علاقاتهم الدولية إشكاليات، ونسوا إشكالياتهم على المواطن الذي يئن في الحقيقة بشكل يعني لا يوجد في ذاكرة الليبيين الأجيال القريبة هذه المعاناة وهذه المأساة. وتمنينا تواصلوا مع أبائهم وأجدادهم حتى كان عندهم رصيد لمواجهة هذه المأساة اللي عشاها تاريخيا. الليبيين عاشوا هذه المآسي في السابق، وعاشوا مراحل صعبة في السابق،
لكن فترة الزمنية اللي عاشوا فيها الليبيين مستقرين ومرتاحين، الجيل تفاجأ أنه هو يواجه إشكاليات من دون رصيد معرفي للتعامل مع هذا الجوع، مع هذا الفقر، مع هذا التوحش، مع هذا القتل، مع هذه الدموية، ومع هذا الاستهتار ببلده وبشخصه وبعائلته وبمدينته وبنسيج الاجتماعي بكل موروثه. يعني الحقيقة ما يحدث في ليبيا يعطي مليون سبب لخروج المواطن في تظاهرات أو وقوف المواطن بشكل حتى عنيف أمام هذه المجموعات. يعني المجموعة لم تراعي في الليبيين شيء، يعني حتى في شخوصهم. يعني تو مثلا شخصية السراج كل ما نعرفه عليه أنه شخصية ناعمة محايدة، لم نسمع عليه أنهم دخلوا في صراعات، لكن أداء بصراحة كسلطة حاكمة في طرابلس ده قد يذكرنا بالعهد العثماني، يذكرنا بقراقوش، يذكرنا بموسيليني، يذكرنا بكل الحقب السوداء اللي عاشوا فيها الليبيين، جعانين، مقموعين، مقهورين، بدون أي أفق للمستقبل. نحن لا نعرف من أين يبدأ السراج ولا أين ينتهي، لا نعلم ماذا بعد سنة، ماذا سيحدث بعد شهرين، ماذا سيحدث. لم نرى خطط معينة واضحة لتدارك الإشكالية ولإرضاء الناس. هذا الوعي المجتمعي الشبابي هو اللي دفع الناس للخروج، والذين لا نملك إلا أن نقدم لهم تعظيم سلام أو تحايا لهذا الليبي الصادق أو هذا الشاب الليبي الصادق اللي خرج متظاهرا مضحيا بنفسه أمام وحش لا يراعي شيء، يعني لا حدود. نعم. لتهور هذه المجموعات جربناها، هذه المظاهرات وكثير من الليبيين جربوا. إيه؟ هذه المظاهرات قبلت بالترهيب. إيه؟ المظاهرات سيد محمود قبلت بالترهيب. نعم. قبلت بالرصاص، وحضرتك. نعم. عايشت. نعم. عايشت جزء من المشهد، جزء من اللحظة هذه. هل كنت تتوقع أنه هذا المشهد سوف يحصل في العاصمة طرابلس؟ وأيضا ما تعليقك على رواية الوفاق التي كان فيها كثير من التخبط في البداية، تصفهم بالمندسين، ومن ثم يخرج وزير الداخلية ويصف من أطلق الرصاص بأنهم غوغائيين. حالة التخبط هذه كيف تصفها؟ لا أفهمها إلا كحالة ردة فعل. الحقيقة أنا مش ما عنديش الجرأة الكافية وبصراحة حتى أدين هذه المجموعات بأي شكل من الأشكال. أنا في رأيي حتى عندما تصف أي طرف يخالف أجندة السراج أو الإخوان أو الميليشيات، أنك أنت تتهم ليبي بأنه هو أخضر، تتهم ليبي بأنه هو يدعم القوات العربية المسلحة، هذه ليست تهمة. يعني كيف تطلب من شخص ليبي حسبته أنت وحسب نفسه على طيف سياسي معين يحاول أن يخرج ويقتص لنفسه أو يرفض الذل والمهانة التي مورست عليه، إذا كان هو أخضر من حقه يطلع، وإذا كان هو يؤيد القوات العربية المسلحة من حقه يخضر من حقه يطلع، وإذا كان هو طيف اجتماع معين تم إنهاك من حقه يطلع، إذا كان هو طالب تم إهانته وضرب مؤسسته من حقه يطلع. فهم لا يودون وضع الأمور في قياسها الطبيعي. من حق أي ليبي مظلوم إنه يطلع ويعبر عن نفسه، وهو اختار الجانب السلمي. يعني هو لم يختار البندقية، ولم يختار الهروب للخارج، ومن ثم صنع جبهات أو تيارات يواجه بها هذا المشروع. هو واجه هذا الظلم وهذا الشر وهذا التغول وهذا الاستهتار بسلوك حضاري وراقي، بالخروج مباشرة أمام خصمة وعدوة وأجنتا والدولة الداعمة لي والمؤسسة الشيطانية التي وراء، وأعلن عن وجهة نظره. ما تضير في أن أي ليبي يخرج ويعبر عن نفسه. هل تسجل الليبيين كظاهرة حضارية سلمية؟ إذا كان بالبندقية ما تبوش، حتى بالسلم ما تبوش، شيء مؤسف. أنك أنت تتصور أنك أنت تتوحش في ليبيا وتتهور على الليبيين وتضيع كرامة الليبيين وتضيع أرزاق الليبيين، وتتصور أن هذا الليبي سيصمت، هذه حسابات خاطئة جدا. أؤكد حسب فهمي أن الليبي شخصية قوية، شخصية انفعالية، شخصية ذات طابع حاد، شخصية تتميز برد الفعل السريع،
فمن الطبيعي جدا أن تخرج في مظاهرات. وأيضا هو راعى خطاب السادة الذين يدعون المدنية واختار التعامل من خلال مشروعهم ومنهجهم وطريقتهم في تناولهم للأحداث من خلال الشكل المدني أو التظاهر السلمي. نتفاجأ بكل هذه الحدة وهذه العنف. الحقيقة الليلة الماضية كانت ليلة بالنسبة لي كانت ثقيلة، كنت متوقع هذا الفعل، لكن الأطراف أو المجموعات لم ترفع شعارات حادة أو متناقضة، اختاروا أن يكونوا وسطيين، اختاروا حتى أن يستعملوا لغة المسؤولين، أن نقول حارب الفساد، أن نقول نبي وحدة ليبيا، أن نقول ما نبيش ميليشيات، استعملوا نفس لغة يستعملوا فيها مجموعة حكومة طرابلس يعني. وهذا ليس غريبا يعني، نتأكد العالم يستغرب كل يوم أن كيف ما فيش مظاهرات في طرابلس يعني. نقول طرابلس إن طرابلس مركز السلطة يعني، هذا الفعل لو كان في أي مدينة أخرى لن يأخذ صدى، ولن يجدوا حتى المتظاهرين على من يخرجوا، لكن في طرابلس مركز السلطة، الإدارات الحيوية للبلد، تختصر طرابلس كل التيارات والأجندات والمال الفاسد والتجبر على المواطن، فاختارت هذه المجموعة أن تخرج في عقر دار الفساد والقتل والتهور والتجبر وتابع نفسها. أيضا ساكن المدينة هو حالة خاصة يعني، ساكن المدينة يعاني من ضغط أكثر من ساكن الأرياف والقرى والنجوع والدواخل. يعني اللي ساكن في شقة في طرابلس لا يملك أن يعيش إلا من خلال الدولة، يعني هو لا يملك البعد الاجتماعي، هو شخص قائم إنسان مدني عاش في المدينة، لا يستطيع إلا بالشرطي ولا بالعسكري وإلا بالقضاء، لا يستطيع أن يحتمل أن يعيش بهذه الصورة في طرابلس على طريقة الغابة، يقتل من يقتل ويسرق من يسرق ويهان من يهان ويهتك عرض ومن يهتك عرض. صراحة حياة في أربع أيام تستدعي الخروج من أول يوم، فخروج أهل طرابلس بصراحة شيء جيد، نقف له إجلالا ونتمنى طيب. هذا العمل يستمر وحيستمر إن شاء الله، ومن الطبيعي أن يواجهوا سيد محمود وعدوهم، لأن هذه المجموعات اللي شفناها بكل تهور الليلة الماضية من الطبيعي أن تواجه أي عمل إيجابي أو عمل وطني، لأن لا تستطيع أن تعيش في بيئة إلا بيئة الدم والقتل والحرق نعم. والنصوصية والسرقة والأربعتاش ونص والكلاشن والمتفجرات والألغام والولاء للخارج والمافيات، فلن يسمحوا بأي عمل وطني إيجابي جاي. مواطني مجتمعي طيب. طبيعي أن تحدث. خلينا ننتقل لنقطة ثانية، حتكون غريبة يعني جاي. خلينا ننتقل لسيد محمود، المتظاهرين وجيرهم لمصلحتهم. طيب خلينا ننتقل لنقطة تانية لها علاقة بالشقاق اللي داخل حكومة الوفاق. في أربع أيام بس شهدنا تشققات، شهدنا تصدعات في جدار الأجهزة الأمنية العسكرية في الوفاق. القوة المشتركة مثلا اللي أمرها اللواء وسام الجويري تقول هذه ثورة مضادة وتصفهم بالمندسين وتعبر عن وجهة نظرها الرافضة للتظاهرات. وزارة الداخلية تراه تظاهر سلمي مشروع، وأنه من تعرض لهم هم عبارة عن غوغائيين وناس منفلتين. ما رأيك في حالة التخبط هذه؟ هي حالة التخبط طبيعية في هذا الجسم الهش والمرتبك يعني، واللي عنده شعور بأنه هو غير شرعي وغير منطقي وغير أخلاقي وغير اجتماعي، ويدين نفسه كل يوم ويعرف مدى الفخ اللي وقع فيه أو أوقع فيه الليبيين وعاصمتنا طرابلس. هم هذه المنظومة من الطبيعي أن هي حتى بمتابعتنا هي مجبولة على الصراع فيما بينها. هي لو كانوا متوافقين أو مثل ما تعلن أن هي حكومة توافقية لكانوا متوافقين لكان أداهم ربما كان أهون على الليبيين، لكن هم كلهم واقعين في فخ مصالحهم وجيوبهم، واقعين في فخ أن هم السادة والذين لن يجلسوا خارج كراسيهم، واقعين في فخ تعصباتهم الأيديولوجية والجهوية، فهذه كلها أرضية خلافات. وفي فكرة تقول أنه هناك الناجي وهناك المتورط، وشفناها في أكثر من حالة يعني، في مجموعات الآن
يروا في أنفسهم أنهم حيكونوا ناجون من هول ردة فعل الليبيين في الداخل, وربما من هول ملاحقات من الخارج. يعني هم يدركون أن هذه الحالة التي نعيشها لن تستمر, وهذا الجو الإرهابي الميليشياوي الاستثنائي المفيوزي لن يستمر, سواء كان بقرار محلي ليبي أو سواء كان بقرار دولي. فهم يتصارعون بطريقتهم على عدم وقوعهم في قفص الاتهام. ففتحي بشاغة مثلا وزير الداخلية المفوض في حكومة السراج يعطي إشارات من فترة طويلة بأنه هو على خصومة مع الميليشيات وعلى خصومة مع السراج وعلى خصومة مع المال الفاسد. أطلق مجموعة شعارات, وجد فترة قال أنا بنلغي الميليشيات وصنع القوى المشتركة وحاولوا يهاجموا مدن ومناطق, وما شفنا شيء الحقيقة. على عادة أي واحد يدخل معركة يحاول أن يجير كل معركته لمشروع أخلاقي ووطني, وهم فشلوا في الحالة هذه, وهذا خلق صراع خطير داخل المنظومة هذه. هم الآن يتصوروا وكأن التوافقية إلى زوال, من سيبقى منها في جو ما يشبه لغة الانقلابات. ذكرنا في حالة السوريين في دمشق ما قبل السبعينات, يعني كانوا كل سنة أو كل ستة شهور تقريبا وصلوا إلى 20 أو 30 انقلاب. ما يحدث الليلة الماضية وكأنه هو حالة انقلابات داخل منظومة السراج, وبالتالي منظومة الميليشيات, وبالتالي منظومة اسطنبول, وبالتالي منظومة قطر, وبالتالي منظومة الإخوان والقاعدة وداعش والمرتزقة والحالة السيئة هذه. الغريب أنه هو مش قادر حد يعطي إشارة. هل مثلا فتحي باش آغا ببيانة الليلة الماضية وبتصريحات الماضية وبخطة الجديدة هو أعلن استقلاله, أعلن انقلابه ونجح في الانقلاب وترك السراج كواجهة فقط بعد أن تفاهم مع الصديق الكبير وعقد معه اتفاق, قالوا إحنا بنحارب الفساد, وشوفنا إحنا أنهم جالسين على طاولة واحدة متحابين بعد أن كانوا مختلفين من فترة في موضوع الصلاحيات والإجراءات والمال. فهو وكان في حالة انقلاب من فتحي بشاغة, رجل ميليشيات مصرات القوي ورجل السراج القوي, وكأنه هو بيقول اننا سيد طيب طرابلس وبالتالي سيد ليبيا, وبالتالي ربما ننقد نفسي بخطة نعلم فيها اننا على خصومة مع المنظومات الايديولوجية والارهابية ومع الميليشيات. يعني وزارة الداخلية تعلن سيطرتها على طرابلس, ونجد قوة في داخل طرابلس تعمل خارج التوافقية وتشتم وزير الداخلية. وزارة أو رئاسة أركان, ما فيش وزارة دفاع عن السراج, تختلف مع وزارة الداخلية. في ليلة هم يفترض يكونوا متفاهمين, نجدهم هم مختلفين قبل أن يخوضوا صراحهم مع المتظاهرين في ميدان الشهداء. فكل هذا يعطيك إشكاليات. هل فتحي باش آغا استكمل كل إجراءات انقلابه على السراج ومجموعته؟ هل هو عنده حلفاء داخل المجلس الرئاسي؟ هل هو لديه ولاءات من داخل مجموعات مقاتلة؟ هل إعلان الإخوان في الزاوية أنهم استقلوا عن أو ألغوا موضوع عن ولاءهم أو انتمائهم للإخوان المسلمين بداية عمل إخواني بشكل مختلف؟ هل إن بعد إعلان الإخوان في الزاوية وبدت المظاهرات في الزاوية هي إشارات من منظومة الإخوانية الميليشياوية في المدينة لأن احنا بدينا عاقلين وكويسين وأن احنا حننحاز المواطن وأن السراج صفطناته وأن المرتزقة ما تفاجأنا احنا بصراحة؟ طبعا مجموعة كانت محمود شهور قريبة تقاتل مع الأتراك ومع الصوماليين ولا لتركيا ولا للسراج, نتفاجأ أن هذه المجموعة تعلن ثورة بشكل محدود على السراج وعلى فتحي بشراغة ولا المرتزقة. مشهد أربكنا, وبدت هذه الإشارة من هذه المجموعات وانتقلت إلى طرابلس. حاولوا هذه مع يعني ما علاقة التحركات هذه بالشارع؟ شيء إيجابي أو شيء وطني. السؤال المهم إنه ما علاقة هذه التحركات بالشارع بالمظاهرات على الأرض؟ هذه التحركات سبقت خروج الشباب في طرابلس, يعني بقت في إشارات حدثت. فتحي بشاغي يقول مع التظاهر, أحمد معتي يقول مع التظاهر, خرجت مظاهرات في الزاوية, الإخوان يقولوا إحنا انسحبنا, وبعدين فجأة تبرز في طرابلس
وهذه العمل الشبابي الطبيعي كرد فعل من طرابلس، نجد كثير من التيارات والأجندات تحاول أن تسحب هذا العمل إلى صالح أجندتها، سواء كان رأوا أجندات محلية أو حتى دولية يعني. فهل هناك تطور داخل الحياة أو داخل سلوك التوافقية أدى إلى اضطراب داخلهم سواء كان محلي أو دولي؟ هل السراج قرر أن ينسحب بالمنظومة المرتزقة والمنظومة التركية العثمانية وينتقل إلى ولاء للمنظومة بعد زيارة وزير الخارجية الألماني؟ هل انحاز السراج وترك تحالفه مع تركيا وانحاز التحالف الفرنسي الألماني الإيطالي اليوناني؟ احنا على الأقل بنتابع آخر مبادرة أطلقها السراج، مبادرة وقف إطلاق النار. هذه مبادرة لا ترضي إسطنبول مثلا، لا ترضي جناح متطرف أو حاد أو قتالي داخل منظومته. كل هذه جاءت مقدمات لخروج الشباب في طرابلس، وهذا معربك الكثير، لكن كل هذا لا يجعلنا إلا أن نقف مع صوت أهل طرابلس في إعلاء أنفسهم وفي مطالباتهم الطبيعية الحقيقية، وفي أملهم أن هم يكونوا شباب وطنيين وحاضرين وفاعلين ويوصلوا رسائل وطنية ورسائل مودة وحب لكل ليبيا من خلال تظاهرهم السلمي الناعم النظيف. هذا ما نعمله، ونخاف أن نخوض في موضوع التجاذبات المحلية والدولية وأن نرمي بثقلها على مواطن من حقه يخرج لدار، من حقه يأمل أن يعيش في حياة شريفة وكريمة، من حقه أن يعتز بمدينته. هذه أيضا مظاهرات حدثت في العراق وحدثت في لبنان، كلها تعاني من ترتيبات ميليشياوية قامت على أثر اتفاقيات دولية. اللبنانيين خرجوا على اتفاق الصخيرات، العراقيين خرجوا على اتفاق التسوية الإيرانية العراقية الشيعية، الليبيين وكأنهم الآن في نفس الجوقة يخرجون على هذه الترتيبات الميليشياوية التي خرجت في الصخيرات. وقناعتهم وإدراكهم الكامل أن هذه المجموعات اللي ينتجها الصخيرات هي مجموعات ميليشياوية عدائية، كل ما يهم الخارج. بعد تجربة مريرة اكتشفوا أنهم لا يودون بهم إلا للخراب والزوال. هو السؤال المطروح الآن سيد محمود، هو كيف يمكن حماية هذا كيف يمكن حماية هذا الحراك من التشجير؟ كيف يمكن للمتظاهرين أن يحموا حراكهم، أن يحموا مطالبهم النبيلة من التوظيف السياسي ومن هذه المقدمات التي ذكرتها؟ نحن في الحقيقة يعني على مستوى سياسي ودولي لا نستطيع أن نكون خارج التجاذبات الدولية. يعني ليبيا أرضية طبيعية أن هي دائما على إيقاع الدولي والإقليمي في المنطقة، لكن الحقيقة هؤلاء الشباب الله يبارك فيهم عليهم أن يثابروا وأن يصبروا وأن يوصلوا رسائلهم. لا، هم أحدثوا الضجة، أحدثوا اهتمام الرأي العام، أحدثوا اهتمام العالم. خلوا السراج يتخبط ويعلن بعض الإجراءات اللي مفروض كان استكملها في خلال 3 أيام، يعني ما يمنع السراج أن يستجيب ويعين حكومة، ما عينش حكومة، ما يعني ما يمنع السراج أن من البارح بشاغة، كان مفروض من البارحة بشاغة جاب قوته وحمل المتظاهرين. يعني المشهد مربك جدا، لكن على الشباب أن يكونوا واثقين من أنفسهم، وعلى الشباب أن يصروا على رسائلهم وخطابهم. يعني الوطن غالي، وانك انت تدير موقف في الظروف ما هيش سهل، لكن نتمنى لا يتراجع الشباب. واي عمل دائما يقرا وينظر من عدة جهات، اذا كان هم شباب واثقين من انفسهم ومن ارادتهم ان شاء الله يستمروا، ان شاء الله يوصلوا رسائلهم بشكل طيب. كل وجدان الليبيين تلاحق هذه الحالة. أنا مثلا بصراحة كل الناس اللي في المنطقة الشرقية والجنوبية اتصلوا بي ويسألوا بي، وكلهم سعادة بأن الشارع الطرابلسي خرج للميدان. أتمنى أن لا يخيبوا أنفسهم، أن لا يخيبوا أمل وحلم. بس يبدو أنه في إجراءات للقمع، يبدو أنه في إجراءات للقمع سيد محمود. يعني أمس كل الإشكاليات اللي الآن باتت معروفة، يعني أمس كان في اجتماع لفايز السراج مع قيادات عسكرية من بينهم اللواء جويلي، الحداد، مروان، رئيس المخابرات في الوفاق، وبعدها بنصف ساعة كان في قرار حظر تجول شامل
24 ساعة لمدة 4 أيام والتذرع بذريعة جائحة كورونا. يبدو أنه في إجراءات للقمع، في إجراءات للترهيب، استمرار الحراك الشبابي إلى أي مدى هو وارد اليوم؟ واضح أن تمترز السراج ضد الشباب المتظاهرين، واضح وقوع السراج في فخ السلطة والمال والتيارات والارتباط بالخارج. يعني صدمنا السراج بإصراره على سلطة وعلى كرسي وعلى نفوذة. السراج حقيقة سلبي جدا أمام هؤلاء المتظاهرين، هو صدم الطرابلسية والليبيين منذ البداية واتخذ في إجراءات قمعية خطيرة جدا، جير كل الظروف لصالح أنه هو يبقى في كرسية، وعاد أهله وعاد ناسه وعاد مشروعه المدني اللي يعلن فيه كل يوم واللي خاض تحت لواء المعارك والحروب ويسوق فيه كل يوم في بيانه أنه هو رجل مدني وديمقراطي وانتخابي، لكن سلوكه سلوك عصابي، سلوك قمعي، سلوك شمولي، سلوك دكتاتوري، وهذا باين للعيان. توقعنا حنا حتى يجي يولع سيارته ويقعمز مع المجموعات هذه ويلطفهم وياخذ بخاطرهم ويحميهم، لكن هذا اعتقد ان هذا بعيد جدا على ان السراج يقوم بهذا السلوك. السراج تورط وانتهى، وقع في هواء ووقع في تعقيد الميليشياوي وباع نفسه يعني، وحاول يوحي ان هو حتى لما يحدث تظاهر سلمي ان هذا طبيعي ومدني وان هو بيعالجه على طريقة ماكرون لما تعامل مع بزات الصفراء وطريقة اي سلطة مدنية معروفة في العالم، كل همه ان يسوق هذه الكذبة اللي يعيشها للعالم والخارج، لا يهتم بالليبيين بشيء بصراحة يعني. طيب في 3 دقائق سيد محمود، ننسى ان كذبة الشرعية ايه في نعم. في ثلاث دقائق هل نستطيع ان نقول انه نعم خطاب حرية التعبير والدولة المدنية الذي يسوقه السراج ومن في كف حكومة الوفاق تبين أنه خطاب فقط للاستهلاك الإعلامي وبأنه أكذوبة لا توجد على أرض الواقع؟ إذا كان في حد مصدق أن في دولة مدنية وأن السراج مدني والله تبدأ إشكالية يعني، وأنا متأكد أن كل بين يعرف أن هذه أكبر كذبة. هو حتى في موضوع شرعيته يعني هو يغرد خارج السرب، كيف تدعي بشرعية دولية في الليبيين؟ قفز على شرعيتنا الأخلاقية وقفز على شرعيتنا الاجتماعية وقفز على شرعيتنا الوطنية وقفز على شرعيتنا الاجتماعية حتى كشخصية. يعني هو لا يلامس وجدان الليبي في شيء، لا يقترب من الليبي في شيء، يغرد خارج السرب الليبيين. يعني واحد قعمز في فيلا ولا مقعمز في مكتب ويقولنا رئيس ليبيا، على من تكذب يا سراج؟ يعني ما فيش لم يحدث التواصل بأي شكل من الأشكال الطبيعي والأخلاقي والانسجامي ما بينه وبين الشارع الليبي ولا الشارع الطرابلسي. حالة مرضية، حالة تغلف نفسها بكذبة للعالم مصدقها والليبيين مصدقينها، وكثر خيرهم الليبيين وأهل طرابلس صبروا عليها الفترة هذه كلها، واحنا اسمنا عليه حتى كاريزمة السلطة وكاريزمة الإدارة واهتمام بالشأن العام. لم يكن في يوم من الأيام سراج لم تم بالشأن العام ولا له علاقة بالشأن الوطني، هو شخصية سيكوبوتكية معقدة، أقرب للشخصية الجبابة، أقرب للشخصية المصلحية المالية، لم يقدم أي صورة خاطبة الذهن الليبي أو على الأقل من جزء من ذاكرته في تعامل مع السلطة بكاريزمتها بحضورها بشجاعتها بجرأتها. يعني الليبيين حالة خاصة ما لم تتماهى معها السلطة السياسية أو الحاكم سيرفضها الليبيين يعني، فهو غريب يعني، حالة لن تذكرنا إلا بحكام يسخر منهم شعوبهم على مر التاريخ. يعني لا أدري أي رسالة يريد أن يوصلها، لا يدري أي وهم عايشة، لا يجيد حتى ألف باء سلطة أو إدارة أو سياسة، تعلم الحديث صح قليلا الفترات الأخيرة، أصبح يجيد أن يتحدث على الهواء وأصبح يجيد الاجتماعات. في بداية الأولى لم نلاحظه ولم نشاهده، حاول اصطاف المحيط به أن يطور أن يعلم كيف يتكلم،
كلامه مسجل متلعتم يقصوا منا ويسووا منا، وواضح ان في طيف معين يحاول ان يزينه ويقدمه. انا اشكرك. كل المكتوب ما يكتبش فيه السراج. احنا وقتنا انتهى حالة يعني للاسف، احنا وقتنا انتهى مع حضرتك سيد محمود فحيل البوم المهتم بالشان السياسي وضيفنا العزيز وصديقنا اللي نعتز بصداقتك دائما وابدا. شكرا لتلبية الدعوة في هذه الحلقة من برنامج لايف، وهو يغطي طبعا هذا البرنامج كل ما يتعلق باحتجاجات العاصمة طرابلس، الاحتجاجات السلمية، وإن كان ضيفنا تحدث عن نوع من التفريق طبعا بين المظاهرات كقيمة وبين مقدمات حصلت ما قبل موعد 23 أغسطس ومناكفات وصراعات وخلافات بين شخصيات داخل حكومة الوفاق، حديث ربما عن انقلاب من وزير الداخلية المفوض فتحي بشاغة على رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بأطرافه الناقصة طبعا فايز السراج. اليوم الحافل أمس، اليوم المؤسف، اليوم الدموي، اليوم المتسم باللا منطق، باللا عقلانية، بالهمجية، بالترهيب، كان ختامه مشمسك بخروج أحد الأسماء البارزة، الشخصيات المتهمة من قبل مجلس الأمن، من قبل منظمات دولية، بتهريب البشر، بتهريب البنزين، بالهجرة غير الشرعية. عامل حالة بصراحة في السواحل الغربية من مدينة الزاوية إلى صبراتة، هو عبد الرحمن ميلاد المعروف بالبيجة. تكلم على أكثر من نقطة، من بينها إمكانية أن يكون في انقلاب على فايز السراج من قبل فتحي بشاغة. شوفوا. انقلاب صاير راه فوتوه الموضوع راه. بشاغة درت وزارة الداخلية وكيل، لكن إنك تنقلب على السراج هذا نحي من راسك راه. مش تقول ولي الأمر ولي الأمر راه هو راه. ناس بتنقلب عيني عينك، راه مديت لي قوة مش عارف دعمه هو المشكلة بمليارات وبملايين وبينقلب على الشعب يوري في الشعب إن أساس أم الشرطة معاك. الشرطة مش معاك يا ليبيا راه. واللي تبي أنت طالع حراك لما تقول لي أتراك وسوريين تسب في أنا راه وتسب في غيره وتسب في غيره وتسب فيهم كلهم راه. فهموا يتوهموا في الناس، الهجرة طلع فيها أنت يا أحمد ما يتيق على من خيرك. ما تدرست معايا تذكرتهم تذكرتهاش ولا نقولها فم مليان قدام الناس. صح ولا مش صح؟ لما تجي تقول لي وقف الهجرة ودير الهجرة على منو؟ قولوا كلمة الحق يا تريس خيركم. أكثر من جزئية صراحة، ما فيش داعي نفصله كثير. الكلام واضح، الخلافات داخل حكومة الوفاق واضحة، التصدعات واضحة. حراك 4 أيام خلق الهزة هذه كلها، خلق حالة وجدانية زي ما قال ضيفنا محمود فحيل البوم، صح الضمير في طرابلس وفي ليبيا، أرهب وخوف المسؤولين في حكومة الوفاق. شاهدنا التخبط في البيانات، شفنا وزارة الداخلية في الأول شنو تقول وأمس شنو تقول، شفنا المناكفات السياسية، شفنا المجموعات اللي تطلع للميدان وتطوق وترهب وتضرب رصاص شنو قاعدة تقول عليهم. في البداية كانوا يقولوا عليهم عبيد المقبور وأزلام وعبيد حفتر ودولة عسكرية ونحن دولة مدنية، بعدين فشلوا طلعوا من جديد حاولوا يستميلوهم فشلوا، ففي حالة تخبط هذه كلها في 4 أيام. حتى قرار الحظر أمس قرار كان قرار سياسي، قرار صحي بطابع سياسي بخلفيات سياسية من أجل قمع المظاهرات، وهذا يبين لك التناقض الكبير عزيزي المشاهد بين الأقوال وبين الأفعال، بين ما تمارسه حكومة الوفاق بكامل أذرعها السياسية والأمنية والعسكرية المدنية وغير المدنية، وبين ما تقوله هذه الجوقة في تصريحاتها وفي بياناتها التي تسوقها كل يوم. الحديث عن خطاب الدولة المدنية، الحديث عن التفتح، الحديث عن الحضارة، الحديث عن الديمقراطية، الحديث عن حرية التعبير، الحديث عن أنه والله الرأي الواحد خطأ وإن كان صواباً، أنه لابد من وجود آراء، وأنه سمة البشر هذه السمة الكونية أنه دائماً يكون الاختلاف موجود ولا يزالون مختلفين حتى الآية في القرآن. فبالتالي هو كبيرة جداً، الخلاف كبير يعني، حتى لما طرحنا السؤال على ضيفنا بن مغازي يضحك يعني، ما فيش فكرة أنه في دولة مدنية وفي حرية تعبير، هذه كذوبة، هذه فرية ما لها من مرية، هذه كذوبة وهذا ضحك على الذقون. وأبرز دليل هو حالة القمع اللي صارت أمس، وأنا نتمنى من المخرج الكريم في نهاية الحلقة أنه يعرضنا الفيديو من جديد لحالة القمع اللي صارت أمس في ميدان الشهداء، وحالة الترهيب اللي صارت على المتظاهرين العزل.
كل من يكلمكم على حرية التعبير والدولة المدنية، وروا للفيديو هذا. إلى اللقاء.